وين صارت هالبطاقة التمويلية اللي كل الناس ناطرة؟ أنا فوضت خينا أمين يحكي. خينا أمين يحكي. عم تهرب من البطاقة التمويلية؟ أبداً أبداً. أمين يحكي ياخد على عيته يحكي. أمتى البطاقة التمويلية؟ هو عنده. أنا ما أدري. أنت زدت عليه وزدت عليك. ولي هاي مجنانة حيوانات. يا حرق ديكك على ديكه.